هذا الشوط مشاهدينا الكرام. ننتظر إذن سباق جياد وأفراس الإنتاج عمر الثلاث سنوات الخيل التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة، ينطلق الآن على جائزة مطلق المغير بيرحمه الله أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ترى مسافة 1400 متر وقيمة الجائزة 27000 ريال. الانطلاقة تبدأ من زيادة في المركز الأول الآن تتقدم بمتابعة من وشنة وكذلك الأدعجية من الخارج. هذه الانطلاقة إذن على مسافة 1400 متر مشاهدين الكرام. المنعطف الأول لهذه الزيادة تتقدم للمركز الأول، محاولات للتقدم من الحرقة وأيضا هيدمانة من الخارج. هذه المنافسة مشاهدينا الكرام، الحرقة من الخارج في المركز الثاني، وشنا تتابع من الداخل في المركز الثالث، في ملاد عجية في المركز الرابع الآن تحاول التقدم في هذا الشوط، شوط ال 1400 متر، الدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهايه. هذه الجياد والافراس بقياده زياده مشاهدينا الكرام، ومن الداخل متابعه من وشنا، محاولات من زياده ابن الجواد للتقدم والظفر بنتيجه هذا الشوط، وايضا محاولات من شكور للدخول في هذه الاثناء تحديدا، شكور ابن شيوبان يتقدم للمركز الاول الان بدخول قوي مع الامتار الاخيره. إذن شكور ابن شيوبان والأم مسكت وود ابنة كتواد.